بسم الله، احنا محتاجين دلوقتي ملفات التريننج عشان نبدأ نشتغل عليها. هختار من هنا اوبن، بروح على السي دوكيومنتس اند سيتنج، اول يوزر ابلكيشن داتا اوتو ديسك. تمام، بروح بقى بلا عندي ار ام اي 2009 و ار ام اي 2010 حسب النسخة اللي بتطلبها، بتلاقي جواها في تريننج. بعد كده بشوف انت عندك شغال بالمترو ولا شغال بايه. بعد كده بخش بقى اشوف ارتكشر، لو انا عايز اسحب معماري، لو انا عايز اشتغل في الميكانيكال بدخل على الميكانيكال فاير بروتكشن زي ما انا عايز. افتح دلوقتي مثلا اير تيرمينال، بفتح الاير سيستم، لو انا عايز ابص على البايبنج، عايز ابص دي الملفات اللي هو بعتلي. طب لو انا عايز اخش عليها على طول، يعني مش كل مرة اعمل تريننج ادور على المسار دوت، بدوس هنا كليك يمين وبختار edit current folder، بريد ضاف معايا. تمام، ممكن اقول له edit، ممكن احرره اصل لو انا عايز اغير في حاجة.